متابعي قانون الجذب مع مجد، يا مرحبا بكم. غير كيف تغير، معا لنجد أفضل نسخة من نفسك. إن كنت مهتما بمجال قانون الجذب وتنمية الذات فأنت في المكان الصحيح. كل ما عليك سوى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات تناسب اهتماماتك. ما هي طقوسك الصباحية؟ هل تضغط باستمرار على سنوز بطن لتأجيل المنبه 5 دقائق أو أكثر؟ هل تتأفأف من كونك تستيقظ باكرا لتذهب إلى الدراسة أو لعمل لا تحبه؟ ربما تتفحص مواقع التواصل الاجتماعي المليئة بالأخبار السلبية. ما هي عاداتك الصباحية؟ إن كنت من هؤلاء فهذه علامات تدل على أنك تحتاج لتغيير طقوسك لكي تتناغم مع الكون وتفعيل قانون الجذب. خذ أي شخصية ناجحة في عالمنا، بيل جيتس، أوبرا وينفري، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو، مايكل جوردن، والعديد والعديد من الشخصيات البارزة والناجحة في المجتمع، ولربما أنت واحد منهم. لا يوجد أي شخص من هؤلاء لا يهتم بأولى لحظات يومه. عبر تخصيص طقوس وعادات يخصصها كل صباح لتحسين طاقتك قبل الانغماس في الحياة، سأعطيك 5 نصائح، 5 حالات إذا داومت عليها ستزيد من إنتاجيتك، نجاحك وسعادتك. رقم 1، ابدأ يومك بالشكر والامتنان لله. الاستيقاظ والمكوث بالفراش شيء سهل، تفكر كم سيكون هذا اليوم مرعب كجميع الأيام الماضية، في حين ننسى أنه في الحقيقة أروع شيء هو أننا نعيش يوما آخرا من حياتنا. كل صباح وقبل أن تغادر فراشك ابدأ يومك بذكر الحمد لله، الحمد لله الذي أحياني مثلا، أو بتأكيدك أنا شاكر لله على هذا اليوم الجميل. يا له من صباح رائع. أليست هذه الطريقة أفضل من بدء يومك بالامتنان والشكر؟ هو سلاحك لرفع طاقاتك الإيجابية ودائما. لا تنسى الآية الكريمة والتي تقول لئن شكرتم لأزيدنكم، كن ممتنا لكل الحواس التي أعطاك الله إياها. انظر حولك، اشكر كل شيء تمتلكه الآن. أعطي قيمة لكل شيء أعطاك الله وتمتلكه أمامك. رقم 2، ابتسم. من أفضل الطرق لرفع الطاقة الإيجابية هي الابتسامة، وتساعدك على التغلب على الأرق. الابتسامة جزء لا يتجزأ من قانون الجذب. كل المتخصصين يركزون على الابتسامة في لحظاتك الأولى من الصباح. رقم 3، جلسات التأمل أو المديتيشن. خصص ما بين 5 إلى 10 دقائق من وقتك لجلسة تأمل أو صلاة خاشعة. تشكر الله على ما رزقك. المديتيشن كافية لجعل تردداتك متناغمة مع الكون لجذب الأشياء الإيجابية أثناء اليوم. المديتيشن لها العديد من المنافع وتساعد على الوعي بالذات والكثير من المنافع الإيجابية. الطريقة 4 في فيديو اليوم. ح
تحدد برنامج يومك. كل شيء يبدأ بفكرة كانت واعية أو غير واعية. من الممكن أن تجعل يومك يتحدد بأفكارك التي تتخذها بدون وعي، أو من الممكن أن تقرر أنت أو أنت ما تنوين فعله أثناء اليوم. حينما تحدد الطريقة التي تريد أن يمر بها يومك، تتحكم بحياتك وتجعل قانون الجذب يساعدك. إذن منذ البداية اسأل نفسك، ما هو برنامجي لهذا اليوم؟ ما أفعله شخصيا؟ أضع على ورقة أهدافي لهذا اليوم، أبدأ بالأكثر أهمية ولا أجعلها أكثر من هدفين مهمين، بعدها الأقل أهمية، ولا تتعدى من 4 إلى 5 أهداف في المجموع. أضع خانة أمام كل هدف حينما أقوم بإتمامه، أضع علامة داخل هذه الخانة، هكذا أبقى مركز، أبقى مركزا وأخذ يومي كشيء مسلي أو لعبة. من الواجب إكمالها. الطريقة 5 والأخيرة في فيديو اليوم: انسى البارحة. إن كانت هنالك مشاكل من البارحة أو شيء يقلقك، فقط دع الأمور تسير بهدوء. الماضي هو الماضي، واليوم هو نهار جديد. كن متأكدا على أنك قادر على التعامل مع كل الظروف. كن إيجابيا. إن let go، فكر بالأشياء الجميلة التي تنتظرك هذا اليوم: ابتسامات الناس، طقس جميل، لقاء أصدقائك. فقط استمتع بلحظاتك في الحاضر وانسى الماضي أو الغد. هذه الطقوس والعادات ستساعدك على التعامل مع أحداث يومك بسهولة وسعادة. إن أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك كي تساعدنا على يوتيوب لاقتراح هذا الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص. إن كنت مهتما بفيديوهات مماثلة، قم بالاشتراك عبر الضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس. لا تنسوا أيضا الكتابة لنا أسفل الفيديو بخانة التعليقات حول آراءكم. أترككم على خير بفيديو جديد كما عودناكم دائما، وإلى اللقاء متابعين قانون الجذب مع مجد. غير كي تتغير، معا لنجد أفضل نسخة من نفسك، وإلى اللقاء.